قناة تحقيق، نناقش كل قضايا المواطن المغربي. لا كنتي مغربية أو مغربي عندك غير على هاد البلاد، تبع معايا الفيديو الأخير وشاركوا مع القريب والبعيد. لكان رايان مات، سمير باقي حي وغارق قدامنا. فين غارق؟ غارق هنا. ايه كيف ما كتشوف راه غارق هنا. سمير باقي كيتنفس وكيتسنى المغاربة ينقضوه. سمير راه هو قضيتي وقضيتك الوحيدة في هاد البلاد. سمير اللي غادي يرجع للمواطن المغربي كرامته ويقضي على ارتفاع اسعار المحروقات والنقل اللي كاينة في البلاد. تبع معايا التفاصيل وانت تعرف شكون سمير وكيفاش هو المنقذ الوحيد لكاع المغاربة وشكون طيحو في البير وعلاش. وغادي نهضروا مع رجال ناضلوا من اجل انقاذ سمير، واخا تعرضوا للقمع والتهديد ما سكتوش على القضية ديال سمير. هنا غادي يكون اول فيديو مغربي اللي غيبدا حملة انقذ سمير من الموت، واللي ان شاء الله غيامنوا بها المغاربة من طنجة للقويرة، وغنطلعوا سمير وغادي يرجع لنا الاقتصاد المغربي كيف ما كان. وما تنساوش هاشتاغ انقذ سمير من الموت. باش نبداو القضية ديال سمير خاصنا ضروري نرجعو اللور. بتاريخ 29 ابريل سنة 1929 تم اكتشاف اول حقل بترول بالمغرب، بالضبط مدينة سيدي قاسم منطقة السلفات، وكان المغرب هنا اول دولة عربية لقات البترول قبل السعودية وقطر والامارات وجميع الدول العربية. وتم تأسيس الشركة الشريفة للبترول في 29 ابريل 1929 باش تشرف على تسيير ديالها الثروة المغربية. وسنة 1934 تم اكتشاف حقل ثاني بترولي اخر بنفس مدينة سيدي قاسم وبالضبط بمنطقة عين الحمراء، وبعد سنوات من استغلال ديال الحقول البترولية اللي كانت في سيدي قاسم واللي رجعت على الدولة بالملايين الدولارات. للأسف هذوك البيار ما بقاش فيهم البترول، وهنا الدولة ما هزاتش الراية البيضاء. وخا المصنع كان صغير بدات كتستورد البترول الخام وكتطلع المشتقات ديالو هنايا في المغرب باش كيتقام عليها بتكلفة اقل، وخا كانت الانتاجية ضعيفة بحكم المساحة ديال المصنع. وسنة 1960 بالضبط في حكومة عبد الله بن ابراهيم داروا واحد الخطة ديال تأسيس مصفات مغربية ثانية كاينة في مدينة المحمدية، وكيديروا نفس العملية كيستوردوا النفط الخام من الخارج وكيتم استخراج المشتقات ديالو داخل المغرب بتكلفة قليلة جدا مقارنة مع الاستيراد الجاهز. وهاد الشركة قدرات انها تغطي 100% ديال الحاجيات ديال المغرب للبنزين والفيول وجميع المشتقات الاخرى، و 50% ديال المازوت، بل اكثر من ذلك كان حتى المغرب كيصدر للخارج. ايه واخا ماشي دولة بترولية، ولكن كنا كنصدروا ديك المشتقات اللي كنخرجوا من البترول لدول اخرى. الجزائر مثلا كنا كنصدروا لها الزفت اللي كتصايب به الطرقات، وكان ساهل على الدولة تتحكم في الأثمنة وتعرف شكون اللي كيزيد على المواطنين، وممكن حتى تقسيم من السوق نهائيا. وكان المواطن المغربي كتوصلوا المحروقات بأفضل جودة وأرخص ثمن ومنتوج مغربي 100% بأيادي خبراء مغاربة كان العالم كامل كيستعين بالخبرة ديالهم بالخصوص في إفريقيا. كانت شركة أو مصفات لسامير كاع الدول كتمناك وكانت عندها. وهنا غادي نوريكم واحد المقال ديال جريدة لومون ذكرت فيه بأن محطة لسامير من أحسن المشاريع التقنية في العالم من حيث الجودة والتقنية اللي خدامين بها. وللأسف الحلم الجميل ما كيستمرش. سنة 1950 هاد السنة اللي باقا كندفعوا الثمن ديالها إلى يومنا هذا، جا واحد التقرير أسود من عند البنك الدولي على الوضعية الاقتصادية ديال المغرب، لدرجة أن المغفور له الحسن الثاني وصف أن المغرب قريب من سكتة قلبية، وكان ضروري خاصو يديروا الخوصصة باش يجيبوا الفلوس اللي غيخلصوا بها المشاريع اللي غدير الدولة باش تقضي على البطالة. ومن وسط كاع الشركات لقاو مصفات لسامير هي الوحيدة اللي كاع صحاب الشكارة في العالم حاطين عينيهم عليها، حيت كانت شركة ناجحة بكل المعايير وكانت عندها مشاريع وعقارات واستثمارات ديال الشركة براسها شراتهم بالأرباح اللي كانت كتحقق. وخا كانت كتعطي للدولة أرباح كبيرة، لكن مستحيل شركة وحدة تحل الأزمة ديال الدولة بأكملها. وحطوها للبيع كاملة بعقاراتها، فنادقها، مشاريعها، شركات تأمين ديالها، لأن كانت عندها واحد الاستثمارات ناجحة ورهيبة وبأفكار ذكية وتباعت عن طريق العروض. واللي تكلف بالبيع ديالها هو الوزير عبد الرحمن السعيدي اللي كان وزير ديال الشركات اللي في ملك الدولة،
وباعها لواحد رجل أعمال سعودي سميتو محمد حسين العمودي، ومن غريب الصدف باعها ورجع هو المدير ديالها. شركة كتسوى 3.5 مليار دولار تباعت غير ب 400 مليون دولار، وتعهد هذاك الملياردير السعودي اللي شريها باش يطور المنشأة ويصرف عليها 300 مليون دولار، واللي ما خسر منها حتى درهم وكذب عليهم. والأكثر حرقة هو كيف كنقولوا بالمغربية من كاسو لقم ليه، حيت خلص الدولة غير من الكريديات اللي خدم عند البنوك المغربية النيت، وباع فنادق وشركات ضخمة كانت شاريهم لسامير، باعهم بملايين الدولارات كتر ما هو خلص الدولة. مثلا باع فندق بالمحمدية ب50 مليون دولار، وفندق بإفران كذلك، وباع واحد شركة تأمين اللي باقى عايشة إلى يومنا هذا ب70 مليون دولار، واللي ما شرى يتفرج، وخذ الربح ديال الشركة ديال لسامير اللي وصل لجوج المليار ونصف دولار على الأقل، ودى فلوس المغرب يبني بهم سد النهضة في إيتوبيا، وبفلوس المغرب شرى كاع الشركات الحكومية اللي كاينة في إيتوبيا وقف على رجليه. وعلى الرغم من أنه باع كاع الاستثمارات اللي كانت ديرهم شركة ديال لسامير، ما التزمش حتى بالصيانة ديالها ولا التجديد ديالها كيف ما وعدهم في الأول أنه يصرف 300 مليون دولار، خلاها غارقة كريديات وكتعاني من عدم التجديد والصيانة، ولات كتعيش في واحد الحالة مزرية. واللي كانت سناوي يحني لينا عورنا، وتم إغلاق مصفات مدينة سيدي قاسم في يونيو 2008، وبقات أحوال الشركة اللي كاينة في المحمدية من سيء الأسوأ لدرجة شعلت فيها العافية، والمغاربة كاملين كيعقلوا على التفاصيل. والسبب الرئيسي كان كيرجع لتسرب المواد المشتعلة وما كاينة لا صيانة ديالها لا تجديد. واللي كثر من هادشي اخوتي المغاربة رفض حتى أنه يرجع الديون اللي كتسالو البنوك المغربية واللي وصلت 14 مليار درهم، يعني هي اللي عطاتو باش شرا شركة ديال لسامير، والديوانة كتسالو كتر من 12 مليار درهم، حيث ما كانش كيخلص ديوانة على البترول اللي كان كيدخل. وفي 2015 عطاوه الجمارك المغربية والبنك الشعبي مهلة باش يخلص الكريديات اللي عليه، ولكن رفض. والخطير هو انه هدد باش يوقف نشاط الشركة ويخلي المغاربة بدون محروقات، ويوقف كاع الانشطة التجارية اللي كاينة في المغرب الا ما تنازلوش ليه على هاد الملايير اللي كيتسالوه. وباش يكبر الموضوع مشى حتى للسلطات السعودية كيتسنى الدعم ديالها، وطلب منهم يطلبوا من المغرب يتنازل على الديون ديالو، وملي تسدات عليه جميع الابواب وقف شركه لسامير وخلى المغرب في وضعيه ما تمنهاش العدوك. تنحييو كل من يدافع على القضيه ديال الشركه ديال لسامير. توقفت العجله الاجتماعيه والاسريه، الحكومه كتكلم على حل، الحكومه تساهم بتبديل 16.7 مليار. في هذه اللحظة الدولة فقدت السيطرة على القطاع المحروقات في المغرب، ودخلوا شركات أخرى داروا ما بغاو في المغاربة وباعوا بثمن اللي بغاو، وحقوا أرباح بالملايير على حساب المواطن. والدولة لقات راسها كتفاوض مع من؟ عبد الرحمن السعيدي اللي هو الوزير اللي باع الشركة النيت، ولات الدولة كتفاوض معاه باعتباره الممثل والمدير ديال الشركات لسامير في المغرب. وفي سنة 2017 تم اعتقال العمودي في السعودية، للأسف ماشي على القضية المغربية، خدار معادي المليار دولار وقال لهم راه غنزرع الروز في إيتوبيا وغنجيبو للسعودية بواحد الثمن مناسب، وهي هاد المشاريع اللي ما دار منها حتى شي حاجة واعتقلوه. وتم فتح تحقيق في هذا الملف ومجموعة ديال الملفات الأخرى اللي متهم بها. وفي المغرب بقت الأمور كارثية، وتم إغلاق مصفات لسامير المحمدية نهائيا، وحرمان المغاربة والمغرب من ابنهم البار سامير، سامير اللي قلت لكم في الأول غارق في بير. وهذا الموضوع ديال غلق لسامير المحمدية كان هو السبب الرئيسي في أزمة زيادة الأسعار المحروقات اللي كنعيشوها الى يومنا هذا، وباقا كندفعوا الثمن ديالها. واليوم كنوقفوا حنا المغاربه وقفه رجل واحد، وكنطالبوا باعاده فتح مصفات لسامير المحمديه ولسامير سيدي قاسم، وهذه راه ثروه قوميه. وغادي نخلي لكم السيد الحسين اليماني الكاتب عام للنقابه الوطنيه لصناعات البترول والغاز الطبيعي ومنسق جبهه انقاذ لسامير. يمكن نعطيكم رقم واتحمل فيه مسؤوليتي. اليوم لسامير الى رجعت الانتاج بالظروف اللي كاينه حاليا قادرة تساهم ما بين درهم و20 حتى درهم و70 في التخفيض ديال الثمن ديال الغازوال الحالي اللي كيتباع للمغاربه ب 10 ديال الدراهم. وهذا الشيء اتكلم من داخل القطاع واعرف الحيتيات واعرف المسائل كلها اللي كتحيط بهذا المجال. لسامير فاش كانت خدامه كانت كتنتج 5 ديال المواد البتروليه الاساسيه اللي هي البنزين، اللي هي الغازوال، اللي هي الفيول، اللي هي الجيت، واللي هو البيتيوم. لسامير كانت كتوفر 50% ديال الغازوال ديال المازوت، ولكن بالنسبة للمواد الأخرى كانت توفرها كاملة وكانت تصدر.
بمعنى المجموع ديال المساهمه ديال لسامير في الاستهلاك الوطني كان كيفوق 75 حتى 76%. في الوقت اللي كان المغرب يستورد بشكل مجزئ وبالتقسيط، كان يستورد بشكل شمولي باخرات من نوع 140 150 120 الف طن، وهذا النفط الخام كانت تستخرج كله منه هذه المواد الصافيه اللي كيحتاجها الاقتصاد الوطني. لسامير كانت توفر 4500 منصب شغل بشكل مباشر وغير مباشر. لسامير كانت تحرك ما يفوق 25 مقاولة مناولة اللي كانت كتخدم عليها بشكل مباشر، وهذا كيعطي عمال اخرين مراهم اللي كيستغلوا. لسامير هي الرواز التجاري للميناء البترولي اللي تبنى بالاموال ديال الشعب المغربي، لحال هي اللي الطاقة ديال الاستغلال ديالو ما كتفوتش 45%. لسامير هي واحد المليار ديال الدرهم على شكل اجور كان كيتلقاوها الاجراء، وكانت كتروج داخل المدينة ديال المحمدية. لسامير هي بناء ما يفوق 2500 سكن لفائدة الأجراء، وساهمت في التنمية العمرانية ديال المدينة ديال المحمدية. لسامير هي المساهمة في التنشيط الرياضي والتنشيط الثقافي والتنشيط البيئي ديال المدينة ديال المحمدية. ويرجع الفضل في لسامير في أن المغرب كانوا عندهم مجموعة ديال الأبطال كفراس كرعد كمجموعة ديال الناس اللي لسامير دتهم. لسامير كذلك هي أنه تقتصد الكلفة ديال المضافة ديال التكرير بالنسبة للتوازن المالي ديال الدولة. قبل كنا كنشريو النفط الخام رخيص، اليوم كنا كنشريو مواد المواصفات كتطلب منا إضافة ديال العملة صعبة باش نديروا الاستيراد. لسامير اليوم إلى مشات كاين إشكالية ديال خسارة ما يفوق 40 مليار ديال الدرهم ديال المديونية، اللي فيها أصلا 20 مليار ديال الدين العام. هذا 20 مليار ديال الدين العام لو أنه اليوم تعطات الحكومة في إطار هذه البرامج التي تدعيها التنموية الاجتماعية، كنا غنديروا فيها مجموعة ديال الحوايج بالنسبة للمغرب حاليا. لسامير كانت تستوعب سنويا ما يفوق 2000 طالب من الجامعات والمعاهد والكليات للتدريب وللبحث عن الشغل. دونك هاد الحوايج كلهم اليوم حنا خسرناهم، وبهذه الحرقه نتكلم، وماشي بالحرقه ديال النقابي الذي يدافع على حقوق الاجراء، ولكن بحرقه المواطن المغربي الذي يريد لهذه البلاد ان تستقر وتحافظ على صناعتها وتؤمن احتياجاتها البتروليه. خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيات، غادي نقولها لكم بكل صراحه، جا الوقت فين غادي يبان المعدن الاصيل ديالكم. بغيتكم تتبعوا معايا هذا الكلام حتى الاخر. القضيه ديال لسامير ماشي قضيه ديال شركه، قضيه ديال الكرامه ديال الشعب. الشعب واعي ومتحضر، الشعب ما كيفرش في دري صغير طايح في بير في راس الجبل، حتى حد ما سمع عليه شي حاجه، حتى وصلنا الموضوع ديالو للعالم، وقفنا كاملين وقطعنا النفس حتى خرجوا رايان. رايان الا كان مات، سمير باقي حي. كيفاش غتقبلوا على نفسكم تسمحوا في شركه كتحميكم من الغلاء؟ كيفاش غادي تجيكم نفسكم تفرطوا في شركه هي بمثابه الامن القومي ديال الشعب المغربي؟ فرطنا فيها مره واحده وكانت درس لكل مغربي ومغربيه، والحمد لله من حسن الصدف انها رجعت لينا اليوم. ودابا بكل صراحه قدامنا غير جوج ديال الحلول، يا اما كلنا نوقفوا وقفه رجل واحد باش ترجع لينا لسامير وتخدم، ولا غادي نرجعوها مشروع قومي وغنساهموا فيها كلنا من طنجه للقويره ونشريوها من عند الدوله. خوتي المغاربه، راكم في ايام الجوع والعرى بنيتوا اكبر مسجد كاين في افريقيا، جمعتوا اكثر من 500 مليون دولار، ايامات ما كنا ملاقين من ناكلو، واليوم الحمد لله احوال تبدلت. اليوم راه قدامكم مشروع قومي فيه مصلحه ليكم، مصلحه للبلاد، ومصلحه لاولاد ولاد ولادكم. كلنا نتحدوا ونستثمروا فيه افراد، كنا ولا شركات ولا مؤسسات، ونخليو العالم كله يهضر علينا. هذا المشروع غادي يكون اكبر مشروع في العالم اللي غيستثمر فيه الشعب، مشروع اللي غادي ينقص لكم في ثمن المحروقات وترجع الاسعار كيف ما كانت في الاول، مشروع اللي غادي يحرركم من يد المصاصين ديال الدماء، مشروع اللي غادي يكون فيه ربح لكم والبلاد. ما تخليوش البراني يجي يدي لسامير ويتحكم فيها كيف ما بغى، ما تخليوش صحاب الشكاره يشريوها ويلعبوا في الاثمنه كيف بغاو. اليوم غادي يبان المعدن ديالكم اخوتي المغاربة. انا ما تنقول لكم صدقوا، ولكن كنقول لكم استثمروا في بلادكم ونقضوا لسامير من هذا الشيء اللي فيه. اقسم لكم بالله لما غادي نجمعوا فلوسها في اسرع وقت، ويكون عليها اكتتاب علني وقانوني، وكل واحد وبشحال بغى يستثمر فيها. لا كنتوا كتخسروا في المشاريع ديالكم الملايير، ها هو جا المشروع ديال بلادكم اللي غيهز بالبلاد. هذا راه مشروع وطني مربح، راه قدامنا. كنتي موظف، كنتي تاجر، كنتي مهاجر، كنتي رياضي، كنتي رجل اعمال، كيف ما كنتي، كنتي مغربي
مغربي حر بلادك محتاجاكم اليوم، تيقوا فيها وتيقوا في الشركة ديال سمير. غادي نعطوكم أسبوع، إلا شفت المغاربة الأحرار مأيديني في هاد الشيء وعندكم رغبة أنكم تنقدوا شركة سمير، غادي نطلع لكم لايف بلقاء مباشر من المصفات براسها ونجمع كاع المسؤولين السابقين ديال سمير. غادي يشرحوا لكم تفاصيل كاملة ديال العمل والأرباح اللي كتحقق هاد الشركة وكاع التفاصيل اللي بغيتوا تعرفوا. ومن بعدها غادي نجيبوا ناس في الاقتصاد والقانون يشوفوا كيفاش يجمعوا المغاربة كاملين هاد راس المال بشكل قانوني ونظامي 100% ويشريوا هاد الشركة. وباش نحول هاد الحلم اللي حنا كنحلموا الحقيقة، اكثر من 24 ساعة وانا كنقلب على الرقم ديال الحسين اليماني الكاتب عام للنقابة الوطنية ديال البترول والغاز الطبيعي في المغرب ومنسق جبهة انقاذ لسامير، تواصلت معاه وقلت له عندنا حلم، المغاربة بغاو يشريوا الشركة ديال لسامير، بغينا شي تفاصيل عليها، واعطاني التفاصيل كاملة. كنتمنى تسمعوا الاوديو ديالو، وحنا ان شاء الله الا اكدتوا ليا راه غنبداو في الموضوع. والله لو كان نعرفوا نسكنوا في خيمة قدام لسامير حتى يشريوها المغاربة. المغاربة دري صغير في بير فراس جبل، ما معروفة لا كنيتو لا سميتو، ما سمحتوش فيه، واليوم شركة اللي هي الاقتصاد ديال بلادكم، شركة اللي كتحميكم من الغلاء، شركة اللي غترجع لكم كرامتكم، سمحنا فيها وبهدلها السعودي، اليوم ما بغيناش نسمحون فيها. كرامتنا في شركة لسامير. إذن فالاستناف ديال الشركة ديال لسامير وتصدي الأسعار الفاحشة ديال المحروقات والالتهاب اللي كاين حاليا، فالشركة ديال لسامير مطروحة للبيع لدى المحكمة التجارية بحوالي 20 مليار ديال درهم، والمغاربة إلا قدروا ينوضوا في هذه العملية ديال يديروا الاكتتاب ويشريوا لسامير نقسموها على 37 مليون مغربي ومغربية، غادي تجي لنا واحد 500 درهم ديال الكل مغربي ومغربية. هذا الخيار الأول. والخيار الثاني هو أنه كذلك النواب ديال الأمة خصهم يتعاملوا بالإيجاب ويصادقوا على المقترح ديال القانون الرامي لتفويت الأصول ديال الشركة ديال لسامير لفائدة الدولة المغربية اللي كتمتلك 80% من الديون العامة ديال الشركة. إذن بذلك الدولة خاصها تجيب واحد 4 مليار ديال الدرهم وتقدم بالطلب ديال الاقتناء من بعد هذه المصادقة ديال هذا القانون على البرلمان، وتصبح الشركة ديال لسامير في الملك ديال الشعب المغربي، ومن خلالها ترجع الأمجاد ديالها في توفير ديال الاحتياطات للوطن وكذلك في تصدي لهاد الأسعار الفاحشة ديال المحروقات. خوتي المغاربة أكيد وليتوا فاهمين كل شيء ووضحات لكم الرسالة مزيان، كنتسناو التفاعل ديالكم هو اللي غادي يحكم واش نكملوا ولا نوقفوا، وحتى لو وقفنا لسامير ما خاصهاش توقف.